شنو كتعرفي على عيد الحب؟ انا على حسب الكلام، يعني على حسب اللي قريته في الفيسبوك، ان شخص مسيحي زوجته توفت، حب هو يحييها في اليوم 14 2. احنا ما نحتفلوش به كمسلمين، ليس من عاداتنا ولا من تقاليدنا نحن نحتفل بعيد الحب، اصلا ما نعرفوش اياه. لكن التطور الجديد والعولمة انتشر لنا فيه 14 2، اللي هو يحتفل به عيد فالنتاين، عيد الحب. لكن احنا مفروض هذا يوم الحب هو مش يعني بشرط يكون يوم 14 2، لا، مفروض كل يوم يكون عندنا حب، يكون عندنا اهتمام، يكون عندنا خوف، يكون عندنا التسامح، الألفة، الود بيناتنا وبين الناس. وأهم شيء تكون الإنسانية بيناتنا، أهم شيء الإنسانية بين الإنسان والإنسان الآخر. نحيد المصلحة، نخاف على بعضنا، نكون يد واحدة، نكون فريق واحد. الإنسان محتاج مساعدة نساعده، اللي محتاج شي حاجة ضروري نوقفه معه. فهذا اليوم عيد الحب، أنا بالنسبة لي كل يوم حب، نهدي لعائلتي، لأمي، لإخواتي، لأخوتي، لبنتي، لكل من يحبني، لكل من يتمنى لي الخير، لكل من يتمنى لي النجاح، لكل من يتمنى لي التوفيق، نهدي له اليوم هذا. قبل هضرت على واحد النقطة مهمة وقلتي الاهتمام قبل من الحب. الاهتمام قبل الحب. أنا كيفاش نعرف كأنك أنت تحبني؟ خاصك تهتم بيا، خاصك تسأل عليا، خاصك تسول فيا، خاصك تكون معايا في يعني زي ما يقولوا في السراء والدراء، باش نعرف ان الانسان هذا، الشخص هذا يحبني بصدق. وما نهدرش على نفسي انا، نهدر على اي انسان او انسانه تسولها، تقولها واش الحب او الاهتمام، تقولك نختار الاهتمام قبل الحب، بعدين الحب يجي. اصلا يعني امتى نشوف ان الانسان هذا مهتم بيا؟ خصني انا نحترمه، وخصني انا نحبه، خصني انا نقدره، حطها هنا على راسي. كيف احتفلتي بهذا العيد هذا؟ لا صراحة، عندي بنتي الله يخليها ويطول عمرها ويحفظها لي يا رب، يتذكر فيها بوردة فقط. السبب اللي خلاك ما تحتفليش بهذا العيد؟ لأن مش من عاداتنا ولا من تقاليدنا، لا، مش من عاداتنا من تقاليدنا نحن نحتفلوا به صراحة يعني. لكن نتمنى كل يوم يكون الحب بيناتنا، ويكون الخير، وتكون الألفة، تكون المحبة، مش شرط يوم 14 2. ومع هذا نكرر ونعاود، مش من عاداتنا ولا من تقاليدنا. الرسالة اللي كوبل خصوصا العيد هذا، حبوا بعضكم واهتموا ببعضكم فقط، والإنسانية بالدرجة الأولى تكون بيناتنا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.